السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم شباب؟ معاكم علاء، عاملين ايه؟ ده الجزء الثاني من الفيديو بتاع اعدادات الريندر او تصدير الفيديوهات لليوتيوب، بس ده للفيديوهات اللي هي بكواليتي او ريزولوشن 4K. الفيديو اللي كان قبله اللي هو ده كان لل1080 او الفول اتش دي، ده لل4K. تابعوا معايا التوتوريال عشان نعرف افضل اعدادات نصدر بيها الفيديوهات على ريزولوشن 4K، ويلا بينا. ودلوقتي ده معايا اهو فيديو 4K، هنجيب هنا السيكونس سيتنجز اهو 3840 في 2160، وتعالوا نعمل الفيديو ده اكسبورت. نعمل زي الفيديو اللي فات، نضغط كنترول ام عشان نفتح لك قائمه الاكسبورت سيتنجز اهي. هنجي هنا اول حاجه عندنا H264 زي ما عملنا في اللي فات. نجي هنا في كاستم نخليها مثلا ماتش سورس هاي بتريت، نيجي بس كده عشان يلقط لنا السيتنج بتاعت السيكونس بالظبط، 3840 في 2160 25 فريم زي ما انا مصور، بروجريسيف سكوير بيكسلز كله تمام كده. نيجي هنا بقى عند ريندر ات ماكسيموم ديبس، هنلاقيها مش متعلم عنها عندك، هتضغط عليها تعلم عليها كده. هنيجي هنا تاني حاجه زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، هاردوير انكودنج، اكيد اهو حتى هو كاتب لك لما بتقف عليها كده بيقول لك ان هي بتستخدم انفيديا هاردوير اوف كويكر انكودر وكده، يعني بيستخدم كارت الشاشه عشان الريندر اسرع وافضل. تمام، بنيجي هنا على بروفايل نشيل الماركة دي عشان نفتحها، بنضغط هاي. نيجي هنا على الليفل نشيل الماركة دي ونخليها مثلا على 5.2 او على 6 او الليفل، يعني الليفل ممكن نخليها 5.2 او 6، فانا هفضل 5.2. تمام، هننزل هنا تحت هنفك من كل ده ما فيهوش اي حاجة. نيجي هنا على البيتريت سيتنجز، نختار البيتريت انكودنج على سي بي ار، انا بفضل سي بي ار يعني بيطلع معايا كواليتي لذيذه، وناس برضه متعوده على الفي بي ار 1 باس او 2 باس، هم احرار يستخدموه، فبس انا بحب استخدم سي بي ار عشان بيطلع معايا كواليتي مهول. هنا التارجت بيت ريت عندنا معمول على 10. بص هنا انت هتفضل متابع هنا الفايل سايز اهو زي ما يكون، يعني شوف بقى، بص شوف تابع معايا ايه اللي هيحصل في الرقم ده اما نزود. لو على 40 بيطلع هيطلع جيجا و800 ميجا وشويه كمان، بس انت عشان تطلع افضل كواليتي مش فارق لك بقى الفايل سايز ولا كده. في ناس ممكن تعمله على 80 بتريد 80 عشان يعني تطلع كواليتي معقوله بحجم فايل سايز اقل، هيطلع 3 جيجا بعد ما كان، بصوا بعد ما كان جيجا ونص تقريبا او 2 جيجا الا شويه. فانا الاختيار الامثل ليك في البيتريت، ودي اهم نقطه في الفيديو، انك انت تخليها على 100. على 100 دي هتبقى بالنسبه لك افضل كواليتي لو هترفعها على يوتيوب فيسبوك، لو مش هيفرق لك اي كومبريس ولا اي حاجه، طالما الفايل سايز طالع معاك كده والبتريت على 100، فانت هنا مش هتقلق خالص على الفيديو بتاعك والكواليتي بتاعتك، ما تقلقش على نهائي. ممكن كمان انك تزود تخليها على 150، دي بقى ايه انت وخيالك، لو انت عايز كواليتي بوم بس هي على 100 كويسه، يعني على 100 من 150 ما فرقتش، بتحس انك بتزود فايل سايز على الفاضي، فمية هو المناسب ليك. تمام، يبقى هنا عندنا التارجت بيت ريت هيبقى على 100 والبيت ريت انكلودنج على سي بي ار. نيجي هنا هتلاقي كي فريم ديستانس فكك منها، وفيديو از في ار فكك منها. هنجي هنا على الاختيار ده لو يوز ماكسيمم ريندر كواليتي، هتلاقي مش بتعلم عليه، تعلم عليه. نيجي هنا بقى في الاوديو، هنلاقي هنا في الاوديو عندنا اي اي سي، نعلم عليها برضه زي ما عملنا في الفيديو اللي فات. اي اي سي 48000 هرتز ستيريو، تمام، اوديو كواليتي هاي، بيت ريت 320، وهنعلم دي على بيت ريت، يعني ممكن تكون عندك على سمبل ريت هنخليها على بيت ريت. اوكي كده اوكي، هتفكك بقى من القوائم التانية دي كلها ما تعملش فيها اي حاجة. ونيجي هنا نعمل بريسيت للشغل اللي احنا عملناه عشان ما تجيش كل مرة ترندر فيديو 4K او كليب او حاجة ما تقعدش تعمل سحل نفس السحلة دي، او لو انت حفظت هتعملها عادي. تمام، فانت هتيجي هنا تعمل بريسيت اهو سيف بريسيت كده، وهتسميه مثلا 4K اهو. تمام، وبعدين نعمل اوكي. كده هو عمل لنا بريسيت، يعني انت اول ما هتيجي تفتح البرنامج بعد كده اول مره خالص هتختار H264 وتيجي هنا 4K settings اهو. حتى بص مثلا تعال نختار اي اختيار تاني اهو، كده الدنيا اتعتمت خالص معانا والحاجات بقت حاجات تانية، في بي ار وكله اتغير. هنجي هنا 4K settings اهو، ننزل 3840 في 2060 هاي 5.2 هاردوير انكودنج بيت ريت 100 سي بي ار، كل حاجه متعلم عليها زي ما احنا سيبناها بالظبط، حتى ريندر ات ماكسيمم ديبس برضه متعلم عليها كده، كله تمام زي ما احنا عملنا. نضغط اكسبورت وبس. وبس يعني كده كده يكون خلص فيديو النهارده. كان معاكم علاء، اعمل لايك واشترك للقناه لو مش عامل،
ولو محتاجين اي انواع فيديوهات تانية، حاجة وقفت معاكم، يا ريت تقولوا لي وتبعتوا لي وانا هرد عليكم على طول. وبس، كان معاكم علاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.